السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو راح نأشر أهم التقليصات أو الحذوفات لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط بالنسبة للكورس الثاني. حسب قرار وزارة التربية قلصت المناهج للمراحل الغير المنتهية، وراح نبدي بالرياضيات. الرياضيات نفس تقليص الكورس الأول، يعني نفس فقرة الكورس الأول، تمرينات فقرة تدرب وحل التمرينات من كل درس. مثلا ناخذ هذا، مثلا نبدأ هذا الفصل الأول، يعني تروحون على اليمين، يلا طلعوا الكتاب وأشروا، تروحون على اليمين على تدرب وحل التمرينات. يعني أول فقرة تدرب وحل التمرينات، هذه من كل درس، يعني من كل درس من كل فصل. إيش تاخذون من عندها؟ هاي هاي حذف، تحذفوها هاي تدرب وحل التمرينات، هذه حذف. يعني تدرب وحل التمرينات حذف هاي كلها. تروحون على تدرب وحل مسائل حياتية، تدرب وحل مسائل حياتية ما عدا السؤال الأول من كل درس. يعني شنو؟ يعني شنو السؤال الأول من كل درس؟ هذا هاي عيني تدرب وحل المسائل الحياتية، بس السؤال الأول تاخذونه، السؤال الأول بس تاخذونه. يعني هسه هاي احنا تدرب وحل مسائل حياتية، مو هذا يمنا، تاخذون بس السؤال الأول، يعني نقول بس هذا السابعة. هاي تدرب وحل مسائل حياتية، قلنا تدرب وحل التمرينات كلها تحذفوها، تدرب وحل مسائل حياتية حذف ما عدا تاخذون الفقرة الأولى، يعني السؤال الأول بس من كل درس. زين، تروحون على فقرة أفكر، هياتها هذا فقرة أفكر ما عدا أيضا السؤال الأول داخل، كلها حذف، يعني هي نقطتين حذف ما عدا السؤال الأول، هذه داخلة فقرة أفكر. زين، تمرينات فقرة أكتب، هذه أكتب من كل درس شبيها حذف، حذف هاي. زين، تروحون على خطة وحل مسائل حياتية، هنا هاي ما بيها هذا، يعني مثلا خلنا ناخذ فصل بخطة وحل مسائل حياتية، هاي بنهاية الفصل خطة وحل مسائل حياتية، تجي بنهاية الفصل خطة وحل المسائل الحياتية، هاي شبيها هاي حذفوها، هي والمسائل التابعة إلها، يعني هي وهاي، هي والمسائل التابعة إلها، خطة حل المسألة هي والمسائل، يعني حذف حذفوها. يعني ما عدا يقول الفصل السادس، يعني الفصل السادس داخل، يعني شوفوا كلها خطة حل المسائل هي والمسائل يعني محذوفة تحذفوها، بس الفصل السادس داخل، يعني داخل المسائل مال الفصل السادس بخطة وحل المسألة، خطة وحل المسألة. زين، مراجعة الفصل هذه، يعني هاي مراجعة الفصل، يعني أنا اخترت هذا الفصل مو إلا يعني أي فصل، مو بس هذا عبالكم، مراجعة الفصل مع الأمثلة والتدريبات كلها حذف، يعني هاي مراجعة الفصل هذه كلها حذف، كلها حذف، وهذا الاختبار كله حذف، هذا هو خلص. راح أعيد، خاف ما فهمتوا، شوفوا يوم تروحون على أي فصل، تدرب الحذوفات مال الرياضيات للثاني متوسط بالنسبة للكورس الثاني، تروحون على تدرب وحل التمرينات حذف، هاي من كل فصل كلها تدرب وحل التمرينات كتبوا عليها حذف، تروحون على تدرب وحل مسائل حياتية كلها ما عدا السؤال الأول داخل، فكر كلها حذف ما عدا السؤال الأول داخل، فقرة أكتب حذف. يعني عندنا فقرة خطة وحل المسألة الحياتية، خطة وحل المسألة
مثلا ناخذ وينها خطه، هاي خطه وحل المساله بنهايه كل فصل مثلا، هاي خطه وحل المساله هي والمسائل مالتها، يعني هاي حذف وهاي حذف ما عدا الفصل السادس داخل، يعني بس الفصل السادس داخل. شوفوا وين الفصل السادس، يعني المسائل هذا الفصل السادس، اي هذا الفصل السادس، الخطه وحل المساله داخله بس الفصل السادس كله حذف في الكتاب هذا، كله خطة وحل المسألة حذف ما عدا الفصل السادس، يعني هاي هذا داخله بس هذا داخله مال المسائل الفصل السادس من خطة حل المسألة، ومراجعة الفصل هن والأمثلة كلها حذف، والاختبار الفصل هاي كله حذف، وبالتوفيق يا ربي.